صرح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة قد بدأت بالأعمال التحضيرية لمشروع تطوير تقاطع سار الذي يعتبر أحد المشاريع الممولة ضمن برنامج الدعم الخليجي الصندوق السعودي للتنمية. وذكر الوزير بأن أعمال المشروع تشمل إنشاء جسر علوي جديد ذو مسارين لنقل الحركة المرورية بشكل حر دون توقف، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وخفض الازدحام المروري وزيادة الطاقة الاستيعابية وانسيابية تدفق حركة المرور خصوصا بأوقات الذروة، بالإضافة إلى تحسين منافذ المناطق المجاورة. تبلغ كلفة المشروع 13,750,000 دينار. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية لسعادة الوزير للموقع، حيث اطلع على خطة العمل تمهيدا للبدء بالأعمال الإنشائية. وأضاف خلف بأن الوزارة قامت سابقا بتقديم الحركة المرورية على منعطف مدينة عيسى من شارع الشيخ خليفة بن سلمان تقاطع سار، حيث بينت المسوحات المرورية الحديثة عبور ما يفوق 4000 مركبة في الساعة خلال الذروة، منوها أن الوزارة عملت وبناء على برنامج الحكومة على تنفيذ هذا المشروع الذي يحظى باهتمام المواطنين ويسهم في تخفيف الاختناقات المرورية.